السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حالة الطقس ليوم السبت 10/12/2022. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلك كل الأخبار الجديدة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان هيشهد اليوم السبت طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية هيشهد اليوم شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم، القاهرة الصغرى 14 العظمى 23، العاصمة الإدارية الصغرى 13 والعظمى 23، 6 اكتوبر الصغرى 13 والعظمى 24، بنها الصغرى 14 والعظمى 23، كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23، دمياط الصغرى 13 والعظمى 23، الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24، والإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 23، والعريش الصغرى 12 والعظمى 22، وسانت كاترين الصغرى 5 والعظمى 18، وشرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27، وكمان أسيوط الصغرى 9 والعظمى 24، الأقصر الصغرى 9 والعظمى 28، أسوان الصغرى 12 والعظمى 29، أبو سمبل الصغرى 12 والعظمى 26. كده يبقى احنا قلنا درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس بشكل عام. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلوك كل جديد. اشوفكوا الفيديو الجاي ومع السلامة.